ايبي جيمنج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا ابطال، زي ما انتم شايفين انا متحمس قوي النهارده. ازاي؟ عشان يا ابطال رجعت الحمد لله اخيرا. ايوه رجعت اخيرا يا ابطال لسلسله التحقيقات. حرفيا يا ابطال اسبوع كامل مش بنزل ولا فيديو تحقيقات، وده بالنسبه لي حاجه يعني انا مش مصدق ان انا ازاي ما نزلتش كل ده فيديو تحقيق. وبصراحه وحشتوني جدا جدا الناس اللي بتحب سلسله التحقيقات. اسف جدا ان انا اتاخرت على السلسله دي، ولكن ان شاء الله مش هنتاخر تاني. زي ما انتم عارفين بقى انا ما ينفعش اخبي عنكم اي حاجه، لازم اعرفكم انا كنت ليه غايب عن سلسله التحقيقات وقاطع عنها. لان انا يا بطل عملت قناه جديده اسمها اي بي جيمنج شورتس. القناه دي ابطال هتكون مخصصه للفيديوهات القصيره بس، وان شاء الله ابطال الفيديوهات هناك هتعجبكم، كلها فيديوهات صغيره وبس. هيبقى في هناك حاجات كوميديه وحاجات بقى يعني بصوا هيبقى في كل حاجه هناك يا ابطال. الناس اللي بتحب الفيديوهات القصيره روحوا ابطال هناك واشتركوا في القناه، هتلاقوا تحت في اول الوصف. عايزين يا ابطال نوصلها، يعني هي لسه ما وصلتش 1000، عايزين نوصلها 1000 بعدها ايه 10000. ايه رايكم؟ مش صعب عليكم يا ابطال، انتوا قدها. ليتس جو يا ابطال ويلا بينا، عشان فيديو النهارده هتبقى فعلا رجعه قويه قوي لسلسله التحقيقات. يعتبر جاست تورليو هو اخ تورليو، وزي ما قلت لكم في اخر فيديو انا عملته عن تورليو ان تقريبا تورليو متخانقه مع ام دي ار بي وديزدولي، وكلمته على موضوع ديزدولي اوريجينال قال لي ايوه يا بلال فعلا ديزدولي اوريجينال هي ديزدولي الاصليه والحقيقيه. وهنا بقى ابطال بعت لي رساله كانت يوم 13، وقال لي فيها ابطال: مرحبا يا صديقي، تعرض اخي للاختراق عندما قال ان تورليو رجل سيء، خدعه صديقه. وبيقول لي يا ابطال لقد اعطيت اسمي الى، مش عارف الكلمه دي غريبه اللي اسمها ادوري او ادور، مش عارف بصراحه معناها ايه. بيقول لي اذا كنت تريد معرفه نوع من نوع ادور على يوتيوب اكتب بارلو ادور تقريبا. هو يا ابطال دلوقتي بيقول لي ان المفروض ان انا ابحث عن اسم ادور ده على اليوتيوب. تعالوا كده يا ابطال نبحث مع بعض عليه. من الواضح كده يا ابطال ان الاسم ده او الشخص ده تقريبا كده بيستغل الناس. او ماي جاد، تعالوا كده يا ابطال نعمل ترجمه للصفحه. طبعا يا ابطال اللي مش عارف بارلو، الشخص اللي هو بارلو ده بيعمل تحقيقات زي بالظبط ولكن عن الاجانب. احنا يعتبر هنا بنعمل عن العرب والاجانب برضك، يعني ام دي ار بي وديز دول مين دول؟ يعني منين؟ يعني من مصر يعني؟ واضح كده يا ابطال ان ادور يعتبر كان عامل قلق في لعبه روبلوكس، وكل شويه يعني واضح كده اللي هو كمان تيك توكر. كتبت دلوقتي يا ابطال على جوجل ادور تيك توك، وتعالوا كده يلا بينا نشوف. واضح اللي فيه هاشتاج اسمه اصلا ادور. او ماي جاد، في مليون. بس واضح كده اللي هو ملوش علاقه بروبلوكس زي ما انتم شايفين، مفيش اي حاجه ليها علاقه بروبلوكس خالص. ممكن هنا نكتب يا ابطال روبلوكس ويا رب نلاقي يعني حاجه ليها علاقه بروبلوك. او ماي جاد ادور، لحظه نعمل كده ابطال ترجمه. من الواضح دي يا ابطال ان الشخصيه دي فيك ومش حقيقيه، وان يعتبر ادور دي تقريبا يعني ده شخص يعني تقريبا بيسرق حسابات الناس او بيعمل عمليات نصب واحتيال. تمام قوي كده يا ابطال انا فهمت. وبعدها يا ابطال في اخر رساله قال لي ان يعتبر حساب اخوه رجع. تعالوا كده يا ابطال ندخل ونكتب جاست تورليو. تمام، هل الحساب موجود ولا في مشكله؟ تمام قوي يا ابطال، يعتبر الحساب موجود ولكن في تغيرات وحاجات غريبه. ايه ده؟ لحظه يا ابطال، هو مش صادق. استنوا احنا عايزين نركز يا ابطال، هو مش صادق مين؟ لان واضح ان هو صادق ناس جديده. مش عارف ايه ده، والاسم اتغير ليه؟ سماك كارل. ايه ده كارل مين يا عم؟ لحظه، وهنا حاطط ماب لورينا ميت اند جري. بصراحه ابطال باين على الماب اللي هو غير حاجه يعني في الماب، وعنده ابطال 8 اصدقاء وانا من ضمنهم. تعالوا كده ابطال نكمل الرسائل اللي هو قالها لي على الديسكورد. طبعا يا ابطال انا كلمته قلت له تقصد انهي اكونت؟ قال لي جاست تورليو، انه اخي وتعرض للاختراق وقال المخترق ان تورليو رجل سيء. انا فهمت كده يا ابطال، يعني في شخص ضحك عليه ويعني معرفش هو هكر الاكونت امتى، بس المفروض اللي هو الاكونت تقريبا رجع، ولكن واضح يعني احنا لسه من شويه داخلين على الاكونت حاسس كده اللي فيه لعب في الاكونت وفي حاجه غريبه. وبيقول لي ان اخي لم ياكل اي شيء من ذلك، وبيقول لي هذا كل شيء. بيقول لي كلمت روديليو عن الشخص ده تقريبا، وبيقول لي هذا كل شيء، هناك حرب الان. واضح كده يا ابطال ان الكلام كبير. قلت لكم يا جدعان، قلت لكم انا راجع بسلسله التحقيقات مش اي كلام. في الاخر يا ابطال قلت له ساحقق في كل هذا، قلت له انا وعدته ان انا هعمل تحقيق عن الموضوع ده. في الاخر ابطال في اخر رساله قال لي ام دي ار بي
وتسدولي فيس جاست تورليو ومي، يعني عايز يقولي ان ام دي ار بي وتسدولي عاملين حرب. يعني كده يا ابطال، هو عايز يقولي ان ام دي ار بي وتسدولي يعتبر في تحدي ما بينه هو وجاست تورليو، تمام؟ يعني هو واخوه بيقول ان ام دي ار بي وديس دولي اخترقونا في الماضي، ولكن ام دي ار بي غيرت اسم العرض الى بوزو. طبعا انتوا عارفين ان هي دلوقتي اصلا غيرته لكريبت بوبي كمان. هو بيقول ان هو كمان تقريبا اخترقها، يعني لما غيرت اسمها لبوزو فهو اخترقها، فبعديها بيقول لكن الناس استخدمت بعض الطرق لاستعاده حسابها. ايه ده، انت عايز تقول لي ان انت كمان حاولت تخترقها؟ واضح فعلا ان الحرب مولعه. اخر ابطال انا قلت له ان انا هعرض المعلومات دي على اليوتيوب، قال لي اوكي ولكن لا تنسى ان جاست تورليو اخويا. تمام، يعتبر ده ابطال كل الموضوع وكل الحكاية. فدلوقتي مهمتنا اللي احنا نروح حالا نحقق في الحساب. ليتس جو يا ابطال. زي ما انتم شايفين، تعالوا كده ندخل اول حاجه على الماب. المفروض اللي هو اكيد كلمني، يعني زي ما انتم شايفين في ستة مكلمني وانا مش واخد بالي لان انا مش بفتح حساب كتير. تعالوا كده يا ابطال ننزل في تحديث من اسبوع بس. تمام، واضح كده ان الماب مش متفاعله خالص، ولكن عندي فضول ادخل على الماب اشوف هل الشخص ده غير حاجه في الحساب، لان هو المفروض اللي هو كان كاتب لي التحقيق ده من اسبوع وقال لي اعمل عليه تحقيق. واضح اللي انا اصلا، يعني انتوا عارفين ان انا كنت ساحب على الموضوع التحقيقات ده اسبوع. ليتس جو يا ابطال وندخل على الماب. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا ابطال انا دخلت على الماب، من الواضح كده ان الشخص ما عملش اي حاجه جديده في الماب، دي يعتبر البليس الطبيعي اللي احنا عارفينه كلنا. فتمام، مش عايزين طبعا نضيع وقت هنا، يلا بينا نخرج ونكمل تحقيق في الحساب بره. تمام يا ابطال، تعالوا كده ندخل على جاست تورليو وندوس يا ابطال على الشات، لان هو اكيد كده يا ابطال كلمني. ايه ده، طبعا ده اخر كلام. لحظه يا ابطال، عايزين نركز على التاريخ. المفروض هنا يوم 30 سبتمبر قال لي كوم جوين مي ان ام دي ار بي ميتنج، بيقول لي ادخل معايا في الماب دي. لحظه يا ابطال، ندخل على الماب دي. ايه الماب دي، مش فاهم. ايه ده، الماب دي فيها اكتر من 54,000 واحد، او يعني اكتر من 54,000 فيزيت، يعني اقصد يعني اخر تحديث من شهر وبتشيل اكتر من 100 لاعب. تمام، وهنا 117 واحد حاططها في الفيفورت. تعالوا كده يا ابطال ندخل على الماب ونشوف جواها ايه. زي ما انتم شايفين يا ابطال، المفروض دلوقتي انا دخلت على الماب، واضح كده ان الماب دي انا حاسس انا دخلتها قبل كده. الماب دي يا ابطال شبه بالظبط، يعني شبه حرفين يا ابطال، شبه بالظبط الماب اللي هي السنة وانا بطلع لوحده. ايه ده، ازاي بيطلعني لوحدي كده؟ ازاي ابطال كده لوحده بيطلعني السلم ده؟ اول مره اشوف كده. ايه ده، انا مش فاهم بصراحه ازاي. ما علينا، ولكن حاسس ان ابطال الماب دي شفتها قبل كده ولعبتها قبل كده. الماب دي يعتبر شبه راجدول انجاين، مش فاكر بصراحه هل انا دخلت الماب دي قبل كده ولا لا، بس يعتبر اصلا عارف ان في مابات كتير شبه كده. ايه ده، يا نهار ابيض، ايه ده، يا نهار ابيض، خدتوا بالكم يا ابطال؟ ده ايه ده، انا نطيت نطه غريبه. لحظه، هنا في ايديت افاتار. او ماي جاد، انا اقدر هنا اغير لبسي كمان من وانا يعني. طب ازاي، لحظه ندوس كده، ده بجد، ايه ده. طب والله يا ابطال تخيلوا الماب حلوه ده، يعني هل فعلا ام دي ار بي اللي صنعوها؟ ايه ده، ده يا ابطال اللبس بتاعي. لا لا، ده احنا لازم نشوف بقى. لحظه كده، لو ندوس كده ده المفروض الجامب والحاجات دي. لا لا، ده احنا لازم يا ابطال نطلع ونشوف بسرعه مين اللي عامل الماب دي. تمام يا ابطال، مكتوب باي ميكينج معرفش تي تي ميتينج. تمام، هندخل عليها يا ابطال. ايه ده، الشخص ده بعت لي طلب صداقه، والمفروض استنوا يا ابطال، هو مين اصلا مكتوب اسم فلاش؟ طبعا ده مش اسمه الاصلي، لكن اسمه ميكينج معرفش ايه تي تي، اللي هو يعني هو عايز يفهمني اللي هو صانع المبات يعني، ولا هو بيعرف يصنع مبات. واضح كده هو ابطال اللي صانعها. تمام، عنده 18 صديق. تعالوا كده ندخل، وفاتح من نص ساعه، ندخل كده على اصدقائه ونشوف اصدقائه. تمام، مصادق جاست تورليو، كويس قوي. بس كده، هم دول يا باشا كل اصدقائك؟ مش عارف ايه ده. تعالوا كده ندخل على الشخص ده، واضح كده ان كل دي ايميلات جديده. ادي واحد اسمه تورليو كاتبها غلط اصلا. ما انا عندي فكره يا ابطال، احنا ممكن نطلع كده وناخد اسم الشخص ده، او ناخد سكرين شوت من حساب الشخص ده ونبعته لتورليو على الديسكورد. وهنا بقى ابطال نقدر نساله، هبعت له دلوقتي حالا يا ابطال السكرين شوت. وهنا ابطال نقدر نساله، نقول له الشخص ده انت عارفه ولا لا؟ طبعا يا ابطال بعت له دلوقتي رساله اهو، قلت له هل انت تعرف هذا الشخص؟ وبس كده يا ابطال. فبس كده يا ابطال، ويعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص،
حط لايك اعمل اشتراك ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى اوه اديله اوه يلا ولا